لتعليق أكثر على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار الأستاذ غزوان قرنفل من الأراضي التركية. أهلا بكم أستاذ غزوان. يعني الأمم المتحدة صرحت بأن المناطق المحاصرة في سوريا دون مساعدات منذ شهرين، هل من مزيد من المعلومات عن أوضاع المحاصرين؟ يعني بكل أسف ما تزال الأمم المتحدة يوما بعد يوم تعبر عن فشل وعجزة في إنفاذ قرارات اللي صدرت إما بأغلبية أعضاء مجلس الأمن، يعني بامتناع روسيا والصين عن التصويت، أو حتى بإجماع كل الأعضاء. هناك قرارات دولية ملزمة أو يفترض أن تكون ملزمة لكل الفاعلين على الأرض بما فيهم وفي مقدمتهم النظام السوري، تلزمهم بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والدوائية وغيرها، دون حتى يعني يكتفى فقط بإخطار النظام السوري بأنه هناك قوافل مساعدات قد دخلت. وبالتالي وهناك مترتبات، يعني أحد القرارات هدد بمترتبات قانونية في حال يعني ممانعة النظام السوري من إدخال تلك المساعدات. نعم، أين تلك المترتبات؟ ما الذي تفعل الأمم المتحدة في هذا السياق؟ لا أعتقد اليوم لو اجتمع مجلس الأمن لإقرار قرار جديد أو لتفعيل القرارات الصادرة، لا أعتقد أنه بإمكان روسيا أن تعارض هذا القرار، لأنه سيعريها. بالحديث عن روسيا أستاذ غزوان، يعني من مخرجات سوتشي تكوين لجنة دستورية لوضع دستور لسوريا، اعترفت بهذا القرار أو هذا المخرج الأمم المتحدة. هل تستطيع روسيا فرض دستور على الشعب السوري وفق رؤية دولية أو من الأمم المتحدة أو وفق رؤية روسية بشكل عام؟ ما تسعى له روسيا هو صناعة دستور يعيد تأهيل نظام الأسد. ما تزال روسيا متمسكة ببقاء هذا النظام، وهذا لن يحصل. يعني بالنسبة للسوريين اللي دفعوا كل هاي الأثمان عن الدستور، هو كمن يضع العرب أمام الحصان. الحصان هو عملية الانتقال السياسي وتوفير البيئة المحايدة والآمنة لصناعة الدستور ومن ثم القيام بالعملية الانتخابية. نعم، المعارضة السورية أعلنت انفتاحها على المشاركة بالعملية الدستورية وبوضع دستور الذي سيتم فرضه عاجلا أو آجلا يعني على الشعب السوري. كيف للمعارضة أن تشارك في وضع هذا الدستور الذي من الأساس وضعت عليه هذا الشروط؟ المعارضة يجب أصلا أن تشارك بصياغة وبصناعة الدستور، ولكن ضمن أي سياق يجب أن تشارك؟ ضمن سياق مسار العملية السياسية اللي انحكى عليها ببيان جنيف واحد والقرارين 2118 والقرار 2254. ضمن هذا السياق يتعين علينا كلنا في الطرف المعارض أن نكون مشاركين في صياغة الدستور، ولكن على أن يكون هو جزء من سلة متكاملة للحل، تبدأ بعملية انتقال سياسي وتوفير بيئة محايدة وآمنة لإعمال نصوص هذا. أستاذ رزوان، سؤال بشكل مستعجل، يعني المعارضة السورية هل ستقبل روسيا ومن سيضع الدستور في سوريا بدخول المعارضة للمشاركة في الدستور، أم سيتم استقبالها كما استقبل الوفد المعارض في سوتشي في المطار؟ لذلك أنا أقول يعني عندما تكون صناعة الدستور ضمن المسار العملية السياسية اللي ولدت في جنيف ويجب أن تستمر في جنيف، سيكون هناك مشاركة فاعلة للمعارضة. يعني لن يشارك المعارضون فيما يشبه ما حصل في سوتشي، لن نكون مهرجين ولن نكون شهود زور على ما تريد روسيا إنتاجه. السوريون صنعوا دستورهم عام 1950 في حين كانت روسيا غارقة في استبدادها وفي تخلفها، وبالتالي نحن أقدر على صناعة دستور بلدنا. شكرا لك الأستاذ غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، كنت معنا عبر الهاتف من الأراضي التركية. شكرا جزيلا لك.